سلامعليكم يا جميع. اليوم أنا بدي أعمل تخبيصات بالألوان. أول شي حأخذ أنا هدول الألوان: أزرق، أصفر، أحمر، برتقالي، الأخضر والأبيض. بس نعمل نحن واحد واحد الألوان التخبيصات. حأخذ أول شي أصفر وبرتقالي، حطوها على الجنب مشان بعد هدول. بعدين لازمني محارم، بس انني شو خليني اخذ المحارم. هون المحارم انا مش عملت هذا التجربة، بس شو لازم تعملوا؟ خذوا محرمة عملوا لها كده، بعدين حطوها على الكاسة على واحدة، وحطوها بكاسة تاني فاضي. لازم محارمتين مشان لتنتين الألوان. بعدين استنوها بس شوية صغيرة، هتلاحظوا انه صار عم ينقط الأصفر شوي والبرتقالي شوي بالكاس الفاضي. لما نقط مثل شوية صغيرة بس هيك هيك بالكاسة، قوموا المحارم خذوا مي عادي وحطوه بالكاسة. هبرجيكم اللون حيطلع لكم. هذا اول لون اللي حيطلع لكم هو برتقالي فاتح. نرجع هدول الالوان، لا نرجع البرتقالي. ما لازمنا الأصفر والأحمر للثاني. مرة تانية حناخد لحنا المحرمة ونعمل نفس الشي، واللون حيطلع معنا هذا. هذا اللون شكله كتير مثل عصير فواكه، يعني برتقال ومانجا وفواكه كثيرة. هحطه هرجع. هلا هخلي الأحمر ضب الأصفر، هاخد أزرق. أزرق وأحمر تعرفوا شو يعملوا؟ بنفسجي. أنا عم ساعمل ألوان غامقة، يعني بنفسجي تبعي شوي غامق كتير. هرجع الأزرق وأخذ أخضر. أحمر وأخضر. أول شيء لما كنت بدي أعمل هذا التجربة قلت لحالي إنه شو اللون اللي حيعملوه غريب، بس لما جربته طلع بني. نحطه على جنب. وهلا بدنا نعمل لحنا زهري احمر وابيض، يساوي زهري فاتح. اذا حطيته كثير من الابيض حيكون زهري فاتح شوي، وكثير من الاحمر حيكون زهري غامق. انا طبعي صار زهري فاتح، ممكن يكون زهري غامق او زهري فاتح. هضب هذول الاثنين، هاخذ ازرق واصفر. ازرق واصفر يساوي اخضر. انتبهوا بس هذا مو نفس الاخضر اللي كنا نستعمله مشان التجارب. هذا الاخضر اللي اخذت من الالوان المائيه، بعد حطيت له مي. هذا اخذته لما عم اعمل انا أصفر زائد أزرق. هبرجيكم شغلة مضحك مع ثلاث من الألوان. هرجع هذا الزهري الفاتح اللي عندي، البني اللي أخذت كمان، والأبيض اللي استعملت مشان أخذ الزهري. إذا لاحظتوا إذا تشربوا حليب أو
إذا شفتوا أنتوا كل الألوان الحليب، هذا مثل الحليب العادي، هذا مثل الحليب الفريز، وهذا مثل الحليب الشوكولا. بجيكم كل الألوان اللي طلعنا بعد ما نعلن تخبيص زهري، بني، أخضر، برتقالي فاتح، نص برتقالي يعني شكله ممكن برتقالي غامق، وبنفسجي. حسنا سأسأل 6 ألوان من 6 ألوان تانيين. يعني استعملنا نحن أحمر، أبيض، أخضر، نختار الأبيض هون، أصفر، الأزرق، والبرتقالي. ما ضروري تعملوا كل هدول الألوان، بس أنا إنه هيك بس عم جرب عملتهم. بس يعني ممكن تاخذوا ألوان كمان مثل أصفر زائد الأبيض، أصفر زائد أبيض يكون أصفر فاتح، أو الأزرق الغامق زائد الأبيض يساوي أزرق فاتح. بس ما عملتهم، عملت بس هدول. إن شاء الله استمتعتوا، و مع السلامة. عملوا لي سبسكرايب وعملوا لايك لهذا الفيديو. باي.